الأزمات السياسية ليست بغريبة على دولة بيرو، فقد حكمها 6 رؤساء خلال 6 سنين، آخرهم الرئيسة الحالية دينا بولوارتي التي تشهد رئاستها مظاهرات شعبية وقتلى في الشوارع وحالة طوارئ، ولا يبدو هناك حل قريب في الأفق. فماذا يحدث في بيرو وكيف وصلت الأمور إلى هنا؟ لنبدأ بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الدولة. في 7 ديسمبر أعلن الرئيس السابق بيدرو كاستيو عن نيته حل البرلمان، كما أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد. خطاب كاستيو لم يكن سهلا على المحكمة الدستورية، واتهمه رئيسها بمحاولة شن انقلاب. عندها تسارعت الأحداث وصوت البرلمان بأغلبية ساحقة لعزل الرئيس وتعيين نائبته دينا بولوارتي لتخلفه في الرئاسة. غادر كاستيو القصر الرئاسي مع عائلته وحاول طلب اللجوء السياسي في السفارة المكسيكية، إلا أن حراسه الشخصيين أوقفوه واصطحبوه إلى مقر الشرطة حيث تم اعتقاله. من هنا بدأت المظاهرات تعم المدن البيروفية، واحتج المتظاهرون على اعتقال كاستيو وطالبوا بالإفراج عنه واستقالة الرئيسة الجديدة. قتل ما لا يقل عن 20 شخصا خلال تلك المظاهرات حتى 20 ديسمبر، وأدت حالة الطوارئ إلى احتجاز آلاف السياح في البلاد. قد تتساءل، لماذا ساند الكثيرون الرئيس المخلوع كاستيو؟ يقول أنصاره إنه تم عزله وسجنه ظلما من قبل المنظومة الحاكمة، وينبغي السماح له بمواصلة الحكم أو إجراء انتخابات جديدة. أما معارضوه فيقولون إنه تم عزله بطريقة دستورية بعد أن تجاوز سلطته وأراد حل البرلمان. يعتبر كاستيو دخيلا على عالم السياسة، فقد كان مدرسا في مدرسة ابتدائية وقاد نقابة معلمين في إحدى أفقر مناطق بيرو الريفية قبل انتخابه رئيسا للبلاد عام 2021. خلال حملته الانتخابية دعا للحد من عدم المساواة وتحسين الأوضاع الاجتماعية ومكافحة الفساد، ولقيت رسالته استحسان فقراء الريف والسكان الأصليين. قبل خلعه في ديسمبر كانت هناك محاولتان أخريان لخلعه، فخبرته السياسية المحدودة وافتقاره للتأثير الذي كان يحظى به منافسه الانتخابي وضعه في منصب رئاسي حرج. علاوة على ذلك خضعت حكومته لتغييرات مستمرة، فخلال 17 شهرا قام بتعيين 5 رؤساء وزراء مختلفين، كما طغت مزاعم الفساد على فترة رئاسته. في نهاية المطاف يبقى تاريخ بيرو حافلا بالأزمات السياسية، فلم تشهد الحكومات السابقة أي استقرار في السنوات الأخيرة، بل حكمت الدولة عدد من الرؤساء المخلوعين والرؤساء السابقين الذين سجنوا بسبب جرائم ارتكبوها في مناصبهم، حتى إن 3 رؤساء حكموا البلاد خلال أسبوع واحد فقط من عام 2020. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.